معانا الدكتور محمد معيط وزير الماليه. اهلا بيك يا فندم. اهلا استاذ عمرو، اهلا بحضرتك، اهلا بيك، كل سنه طيب ومشاهدينك طيبين يا رب. كنا بنتابع مع حضرتك تصريحاتك عن التامين الصحي في بورسعيد وانه الدوله مخصصه فعلا يعني مبالغ كبيره وميزانيات كبيره لهذا الامر. ده صحيح، يعني التامين الصحي والتغطيه الصحيه يعني هدف قومي واستراتيجي أعلن السيد الرئيس في بداية الفترة الرئاسية الثانية، وأن الصحة والتعليم على رأس الأولويات، ويعني الحمد لله يعني بورسعيد بدأ فيها التطبيق التجريبي، ويعني الحمد لله رب العالمين كل الإمكانيات وكل قدرات الدولة بما فيها المالية داعمة لتطبيق هذا الحلم اللي انتظره المصريين كتير، بقى لنا أكثر من 20 سنة بنتكلم على أنه عاوزين نوفر تغطية صحية بمستوى جودة طيب للمواطنين، يعني تحميهم من الخطر المالي لخطر المرض. ده من أكثر الحاجات اللي بتبقى يعني مقلقة لأي مواطن مننا، هو لا قدر الله في حالة المرض مش قادر يحصل على الخدمة الطبية أو مش قادر يدفع تكلفتها أو كده. وأنا أعتقد أنه يعني إن شاء الله بإذن الله هذا النظام بتطبيق التجريبي وبدء التطبيق الفعلي يكون يعني منظومة نجاح لامتداده للمحافظات. معالي الوزير، خلينا نبسط للناس، هو الدولة هتتحمل كم في المية من التأمين الصحي والمواطن هيتحمل كم في المية؟ بص، خلينا ناخد التكلفة على انه هفترض ان هذا النظام هيتكلف 100 مليون جنيه. أيوه. ال 100 مليون دول تقريبا ثلثهم هيجي من الاشتراكات بتاعه العامل وصاحب العمل، وثلثهم هتيجي من خزانه الدوله، وثلثهم هيجي من الموارد الاضافيه. الموارد الاضافيه طبعا عندنا في المساهمه التكافليه، وعندنا في الضرائب على السجاير ومنتجات ومشتقات التبغ، يعني عندنا مصادر كده متعدده بتجيب لنا تقريبا ثلث تكلفه هذا النظام. يعني المواطن يتكلف تقريبا من 10-15% من التكلفة، لأنه صاحب العمل هيشيل معاه في 30%. يعني خلينا نقول إذا كان مطلوب من العامل وصاحب العمل 4%، فالأربعة دي متقسمة 1% على العامل و3% على صاحب العمل، مع الأخذ في الاعتبار أنه في خطرين دايما بيبقى في تأمين عليهم عن طريق التأمينات الاجتماعية، المرض وإصابات العمل. المرض ممكن بيسبب فترة مؤقتة انقطاع العمل نتيجة للمرض، وإصابة العمل نفس الوضع. وبالتالي فإحنا قلنا في العلاج الطبي والرعاية الطبية سواء للمرض أو إصابة العمل ده النظام هيشيله، نظام التأمين الصحي الشامل. أما بالنسبة لتعويض الأجر خلال فترة الانقطاع المؤقت عن العمل أو تحول لا قدر الله الشخص ده إلى أنه غير قادر على العمل وبالتالي يستحق معاش، فدي التأمينات الاجتماعية والمعاشات هتشيل. إذن فالتكلفة بتاعت الاشتراك التأمين الاجتماعي سواء تأمين المرض أو تأمين إصابة العمل متقسمين جزء عشان يغطي الرعاية الطبية وجزء عشان يغطي الناحية المالية يعني المتعلقة بالمعاش أو تعويض الأجر خلال فترة انقطاع العمل. ما يخص التأمين الصحي هو 4%، فممكن يكون مثلا العامل وصاحب العمل بيتخصم منهم 5% أو 6%. الجزء اللي هو بيروح للتأمين الصحي هو 4، 1 من العامل و3% من صاحب العمل. أي حاجة تانية بتفضل مع التأمينات الاجتماعية عشان يعني تعويض الأجر وتعويض المعاش في حالة لا قدر الله استمرار كمان الحالة وتحولها بدل من انقطاع مؤقت إلى أنه يستحق معاش. طيب معلش يا فندم عشان نبسط أكتر للناس، لأن دي حاجة جديدة على المجتمع المصري. لو التأمين الصحي على المواطن مثلا 100 جنيه في السنة، ده مثال يعني، هو نسبته من 100 جنيه قد إيه؟ العامل أنا افترض أجر العامل 1000 جنيه. أيوه ماشي، العامل بيدفع عن نفسه 1% من الألف دي. من الألف، كويس. أما صاحب العمل فيدفع للتأمين الصحي 3، وأعتقد بيدفع مش فاكر بقى بحسب النوع، قطاع حكومي ولا عام ولا خاص، 2% لإصابات العمل.
فاللي هيروح للتأمين الصحي الشامل هم الأربعة دول، واحد من العامل وثلاثة في المية من صاحب العمل. فالعامل مرتبه 1000 هيتخصم منه 1% من 10 جنيه، يبقى 990. طيب ولو كان في زوجة، لو إن الزوجة دي بتعمل خلاص هي بيتخصم منها في مكان عملها، في مكان عملها. طب ما كانتش بتعمل، لا بيتخصم من العامل 3% عشان يعمل تغطية صحية للزوجة بتاعته. طيب الأطفال بخصم منه 1% عن الطفل، بحيث ان انا اغطي الاسره بالكامل، لانه النظام ده مبني على ان الاسره بالكامل يتم تغطيتها يعني في نظام يعني الاسره الصحي. اللي دخلها 1000 جنيه تدفع 50 جنيه في الشهر، صح؟ بالظبط كده. لو انه في المواطن ده للتبسيط يعني، ده للمثال يعني، مثلا 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 بالمنظر ده. فرقم يعني جنب انه في اي لحظه يبقى متامن، مراته تولد، عايز يعمل عمليه، الواد عايز يشيل المصران، اي الحاجات اللي بتيجي مفاجاه ديت، يدخل مستشفى باله مطمئن، مستشفى محترمه جيده بدكاتره جيدين، يعمل عمليه وما يحطش ايده في جيبه. يعني هو النظام ده هدفه كده، هدفه ان انا انقل الخطر بتاع العبء المالي للمرض من جيوب الناس الى نظام عنده القدره الماليه ان يتولى تغطيه التكاليف بتاعه الصرف على المرض، اشعاعات وتحاليل وادويه وعمليات وكشف دكتور والكلام ده كله الى هذا النظام. ممكن بعض الناس يقول لك ايه، طيب وده انا يمكن سالتها النهارده ما قابلت الناس، طب انا دفعت والحمد لله اخر السنه انا ما فيش حاجه، ما استخدمتش النظام ده، يبقى انا كده الفلوس راحت عليا؟ اقول له لا، ثانيه واحده، الفكره مش كده، ده نظام تكافلي. أيوه. النظام ده قائم على انه بنكفل بعض ببعض. خد بالك انه هو زي تامين الله. العربيه، ما احنا بنامن العربيه ولو ما حصلهاش حاجه خلاص ما فيش حاجه يعني. بالظبط، هو انا هدفي ان انا يعني عندك حمايه عن ان لا قدر الله حصل، لا قدر الله حاجه في مرض، او لا قدر الله محتاج عمليه، ما تبقاش عمال تلف حوالين نفسك اجيب تكاليفها منين. لا، النظام ده لانك مشترك فيه ولانك خاضع للتغطيه فيه، النظام ده يقوم نيابه عنك في تمويل العبء المالي ليك ولزوجتك ولاسرتك. فيبقى زي ما حضرتك قلت كده، انا عندي نظام تأميني، واهم حاجه المواطن متطلع ليها انه الكلام ده يبقى بجوده. يعني ما هو ممكن يتعمل النظام وما يبقاش كده، ولذلك النظام ده مبني على فكره واضحه جدا في القانون، حريه المواطن في اختيار مقدم الخدمه. يعني ايه؟ يعني انا النهارده بيعجبني الدكتور اكس، لا النظام بيديك حق انك تروح عند الدكتور اكس دوت، ما عدا الحاجه الوحيده اللي انك لازم تبقى مسجل عند ما يسمى طبيب الاسره اللي هو يكون في محيط المنطقه اللي فيه. لكن بعد كده عاوز صيدليه اختار الصيدليه اللي انت تصرف منها الدواء، عاوز معمل الاشعه اختار معمل الاشعه اللي انت عاوز تروح له، عاوز معمل تحاليل اختار معمل التحاليل، اختار مستشفى، لانه النظام ده قائم على شراء الخدمات. يعني انا رئيس هيئه التامين الصحي الشامل، دي هيئه تمويل لا تقدم خدمات للمواطنين، لا تقدم خدمات طبيه، انما تشتري الخدمه الطبيه للمواطن. اذا المواطن حب ياخدها من مستشفى جامعي هدفع الفلوس للمستشفى الجامعي، اذا المواطن حب ياخدها من مستشفى خاص هدفع الفلوس للمستشفى الخاص، اذا المواطن حب ياخدها من هيئه الرعايه الطبيه اللي هي بتاع الهيئه العامه، لان هتبتدي الهيئات دي تتنافس على المواطن، لان المواطن ده بالنسبه له مصدر دخل. أيوة. فهتبدا بقى حاجتين، اول حاجه انه لازم اللي عاوز يقدم للمواطن الخدمات الطبيه يكون اجتاز معايير الجوده اللي في هيئه الرقابه، لان في هيئه رقابه دي مهمتها تقول المكان ده استوفى المعايير اللي يقدم الخدمات الطبيه للمواطن، والهيئه دي تراقب عليه، وهيئه التمويل هتراقب عليه عشان تتاكد لما بدفع فلوس لل هو مقدم الخدمه، فبدفع فلوس لخدمه خدها المواطن. فالنظام مبني على ثلاث هيئات، هيئه تمويل، هيئه رعايه، هيئه عامه للرعايه الطبيه احد مقدمي الخدمه، وهيئه رقابه واعتماد اللي هي بتراقب وبتدي التراخيص وتقدر تسحب التراخيص وتقدر تفرض عقوبات في حاله عدم الالتزام بتقديم معايير الخدمه. اما انا كهيئه تمويل انا فقط ادفع الفلوس لمقدم الخدمه اللي اختاره المواطن، والله في دكاتره في عياداتها استوفت الشروط وتعاقدت مع النظام والمواطن حابب يروح لها اهلا وسهلا، مستشفى خاص، مستشفى جامعي، ادفع هنا. فهي مبنيه على انه كل واحد فينا هيبقى بيرتاح في مكان معين، اهلا وسهلا، احنا هدفنا ان المواطن ياخد خدمه بجوده في المكان المرتاح ليه.
دلوقتي يا فندم الجدول الزمني بتاع الموضوع ده، يعني احنا عارفين دلوقتي احنا شغالين بشكل تجريبي في بورسعيد، وانا فاهم ان الموضوع ده هياخد من 10 ل 12 سنه على ما يغطي الجمهوريه كلها. الجدول الزمني قد ايه والناس هتبتدي تدفع اشتراكات في بورسعيد والمحافظات اللي بعد كده اللي هي مدن القناه؟ انا فاهم ان هي دي اللي في المرحله الاولى، امتى؟ انا باخد الاشتراكات من المحافظه اللي انا بخش فيها، يعني المحافظه اللي انا بخش فيها هي متغطيه تامين صحي النظام القائم الحالي بتاعنا، بس باخد الاشتراكات احولها من النظام القائم للنظام الجديد. وان دي برضه السؤال اللي اتسالته النهارده، هو هيبقى في اشتراك للنظام القديم والنظام الجديد؟ قلت له لا ابدا، ما النظام القديم بيقفل، والاشتراكات اللي انت كنت تدفعها في النظام القديم هاخدها احطها في النظام الجديد، فانت مش هتدفع مرتين، هو مره واحده. دي نمره واحد. نمره اثنين، عملية الفترة الزمنية هتبقى متوقفة على يعني شغلنا وجهدنا وقدرتنا على انه نسرع وكفاءتنا في نجاح المنظومة. كل ما نتحرك اسرع وكل ما نشتغل وننجح المنظومة اسرع نقصر المدة الزمنية. عاوز اقول لك ده نظام قومي وطموح جدا، يعني اهم حاجة فيه ان المواطن يشعر انه فعلا الخدمة المقدمة ليه فعلا خدمة جيدة، وانه بقى آمن في حتة مجابهة المرض والأعباء المالية المرتبطة بيه. وعشان كده مهم قوي أن نضمن تحقيق هذا الهدف، لأن هو ده اللي هيقنع المواطن بأنه فعلا الدنيا بتتحرك في الاتجاه اللي تم وعده بيه، أنه لا أنا بعمل منظومة تغطيك وتغطي أسرتك بالكامل، المنظومة دي فيها جودة، المنظومة دي تدي لك حرية اختيار مقدم الخدمة وما إلى ذلك. عشان كده مرة تانية أنا بقول يمكن إحنا وإحنا في بورسعيد النهاردة سألنا يا ترى في قطاع خاص تقدم علشان ياخد الاعتماد والجودة عشان يتعاقد؟ كان معنا الدكتور أشرف، هو رئيس هيئة الرقابة، قال لي فعلا في قطاع خاص في بورسعيد تقدم علشان ياخد الاعتماد والجودة، وحاليا بنفحصه وبندرسه. أهو ده لو اجتاز قطاع خاص، ده لو اجتاز معايير الجودة وفق هيئة الرقابة هتعاقد معاه ويقدم الخدمة، وهو من مصلحته لأنه أنا هيبقى معايا السكان كلها فعاوز زباين. فأنا كهيئة تمويل علشان أقول له أيوة مواطنين هيكون عندك، لازم يكون اتزع اعتماد من هيئة الرقابة، ولازم يكون معاييره وجودته اتحسنت. طبعا الكلام ده كله هيتطور مع الوقت، يعني برضه عشان نكون أمناء في عرض ده، مش من أول يوم المنظومة دي هتبقى 100%، لأنه أكيد هيبقى فيها تحديات وفيها أمور متعلقة بالتطبيق العملي على الأرض وما إلى ذلك، لكن المهم قدرتنا أنه نحل هذا ونجود هذا ونتغلب على أي مشاكل، لأنه ده حلمنا كلنا لبلدنا كلنا لمواطننا. أهم حاجة في أي دولة في العالم هو الصحة والتعليم. النهاردة بنبدأ مشروع طموح للصحة، ربنا يكرمنا ونخلصه. وبرضه عاوز أقول حاجة، إنه بعض الناس يقول لك إيه يا 10 سنين يا 12 سنة يا 15 سنة، أنا لو كنا ابتدينا من 10 سنين كان زمانه خلص دلوقتي. أنا هرد عليه، أنا هرد عليه وأقول له أنا جيت 2007 أشتغل في إن أطبق هذا النظام، وللأسف الشديد يعني الإرادة السياسية ما كانتش موجودة، اتعطل، وبعدين قامت الثورة وقفنا 2007، نحن النهاردة في 2019 داخلين على 2020، لو كنا طبقنا في 2007 كان زمان مصر كلها اتغطت النهاردة تأمين صحي شامل. فالمهم نبدأ، المهم ننفذ، المهم نتقدم، المهم الناس تشوفنا الدنيا بتتغير وبتتحسن وماشية في اتجاه أفضل. فعشان كده أنا شايف أنه ربنا سبحانه وتعالى يكرمنا ونقدر إن شاء الله بإذن الله لننفذ هذا المشروع القومي الطموح، اللي يعني حققنا جزء مهم قوي في رفع يعني مستوى المعيشة وتقليل معدلات الفقر، ويعني هيفيدنا في رفع الإنتاجية بتاعة مواطنينا، هيفيدنا في أنه في دي تنمية بشرية، هيفيدنا في أنه بقلل خطر مالي أحيانا بينقل الناس من مستوى معيشة إلى مستوى الفقر، لأنه مش قادر أن هو يمول لا قدر الله أي عبء للمالي للمرض. بمناسبة أن حضرتك بتتكلم على معدلات الفقر، فرصة وحضرتك معايا، لأنه هذا الأمر طبعا تم مناقشته في الداخل وفي الخارج، وكنت عايز أخد رأي حضرتك وحضرتك تشرح لنا الأرقام اللي طلع بتاعت الجهاز المركزي بتاع ارتفاع معدل الفقر من 27% ل 32%، ممكن حضرتك تلقي الضوء على هذا الرقم وتقول لي حضرتك شايفه إزاي، أو ممكن تفسره للناس إزاي، لأنه طبعا كان في كلام كتير في هذا الأمر في الكام يوم اللي فاتوا. بص عمرو بيه، يعني عاوز أقول لحضرتك على حاجة، ان انا اخد الرقم ده لوحده كده
واقعد احلله. يعني انا شايف لا، شوف الترند، هل يا ترى الرقم ده كده قفز مثلا مش عارف من 15 الى الرقم ده، ولا احنا مصر يعني الامور بالنسبه لها ماشيه في ترند معين او في اتجاه معين؟ على فكره من قبل 2011 احنا شايفين زيادة في معدلات الفقر. وعاوز أقول هو معدل الفقر مش مرتبط إنك أنت مثلا الأكل والشرب، ما هو النهاردة لو أنا دخلي بصرف منه جزء على التعليم وجزء على السكن وجزء على الصحة وجزء على بتاعه، مش مكفي الأكل والشرب ومش مكفي الكلام ده كله، ما أنا لأنه لو أنا مثلا قدمنا تأمين صحي للناس وحميناهم ضد الخطر الناري لتحقق ده، ما دي فلوس في جيب الناس، لانه بدل ما كان هيروح يدفع 400 جنيه ولا 300 جنيه كشف الدكتور، وهيدفع بتاعه البريسكريبشن ده اللي هي الفاتوره بتاعه العلاج واخد بال حضرتك ب 150 جنيه، وهيدفع الاشعه مش عارف 120 جنيه ولا 150 جنيه ولا 200 جنيه ولا اي حاجه، كلها فلوس، كل دي فلوس حليل قد كده، كلها فلوس طالعه من جيبه، كلها دي بتاثر عليه في الفقر. طب لو انا حميته في ده، ولو انا بعد كده التعليم ربنا يكرمنا ان شاء الله والبرنامج اللي بدا يقدم خدمه يوم بعد يوم بتتحسن، وممكن ما يحتاجش ان هو يضطر يلجا لدروس خصوصيه ولا كلافه وبتاع، ما هو وفر فلوس. فاللي انا اقصد اقوله انه في النهايه قدرت ان انا اخلي بدل ما الفلوس كانت طالعه هنا وطالعه هنا يحتفظ بيها في جيبه يبقى مستوى. فاذا الفقر ما هوش يعني وريد ليه بتاع، لا هو خدمات بتقدم للمواطن لما بتتحسن بتحسن مستوى معيشته. فلو بصينا على الاتجاه، لا احنا من قبل 2010 وفي معدل يزيد، معدل بيزيد. ما هو برضه هقول لحضرتك على حاجه، هو انا الخلل لما يبقى ما بين معدل زياده السكان ومعدل النمو الاقتصادي، يعني ايه خلل؟ يعني انا والله بزيد كل سنه ب 2.5 مليون بني ادم، اللي هي 2.5% تقريبا معدل الخصوبه في البتاع. طيب الاقتصاد بيقول ايه؟ بيقول انك انت علشان الناس مستواها معيشتها ما ينخفضش لازم معدل النمو الاقتصادي في الحاله بتاعت 2.5% تنمو في حدود من 7 ل 8%. يبقى 7. السؤال انا بحقق الكلام ده؟ احنا عشنا فتره معدل النمو الاقتصادي بتاعنا تحت ال 2% وما بين ال 2 وال 3، اذا ده بيولد فقر على طول. ما ده بيولد فقر ليه؟ لانه ما فيش نمو اقتصادي، والنمو الاقتصادي معناها ايه؟ ما فيش مدرسه اتبنت، ما فيش مستشفى اتعملت، ما فيش دخل كويس للمدرس وللطبيب وللده، ما فيش ميه وما فيش كهرباء وما فيش كل ده فقر، كل ده ما فيش فرصه عمل اتخلقت عشان توفي اعداد الخريجين. فالعمليه ما تتخذش برقم ومقارنه برقم، لا احنا مرينا بظروف صعبه. والحاجه الثانيه انه برضو عشان بعض ده يقول لك اصل مش عارف الاصلاح الاقتصادي، ايوه الاصلاح الاقتصادي من الممكن ان هو يكون ليه اثار سلبيه وكلنا مكرين بهذا وكنا مكرين بهذا، انما في نقطه ثانيه برضو، ما هو قبل الاصلاح الاقتصادي احنا اوضاعنا كانت ايه؟ اوضاعنا انه بدات في سلع مش قادرين نجيبها لانه ما عندناش عمله صعبه، دي نقطه. ممكن لا قدر الله كانت ظروف البلد ان انا كمان ما اقدرش اجيب القمح ولا ما اقدرش اجيب ده ولا ما اقدرش اعمل مش احتياطي امن يعني. لا 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 يا فندم، ما بدا كده تبقى الناس، ما الناس عاوزه دواء هتروح الصيدليه مش هتلاقي الدواء لان ده عاوز عمله صعبه، الناس عاوزه مواد بتروليه هتروح المحطه المواد ما تلاقيش لان عاوز عمله صعبه، كمان ما عندكش اللي هو تعمل بيه نمو عشان تخلق فرص عمل عشان تعمل طريق الناس تشتغل في عامل الطريق او تعمل محطه كهرباء ولا محطه ميه ولا محطه صرف الناس تشتغل فيه وتقبض مرتبات، ما فيش. عاوز اقول لحضرتك انه ايوه ممكن يكون الاصلاح الاقتصادي كان له اثاره السلبيه او اثاره ده، بس على المدى اللي وانت بتتحرك بيه سنه بعد سنه هو نفسه بيديلك العلاج، ولكن اسباب الفقر متعدده. ليه؟ لانه لازم اعمل نمو اقتصادي يخلق فرص عمل ويحسن مستوى معيشه بتاعي وادي معدل النمو السكاني، لازم يبقى عندي انتاج زراعي وصناعي يكفي احتياجات البلد، تصدير وصناعه وكل شيء واستثمار مباشر، لازم يكون عندي فلوس اصرفها على الصحه والتعليم بدل ما الناس تدفعها من جيوبها، لازم اخلق فرص عمل للناس عشان تلاقي مصدر دخل، لازم احسن لهم ان يبقى عندهم كهرباء وعندهم ميه وعندهم صرف وعندهم طريق مسفلت وعندهم عربيه ميكروباص ولا اتوبيس تاني. الناس كل ده عاوز فلوس وعاوز مصاريف وعاوز بالاضافه ان انا عاوز ان انا اوفر له امنه، كل ده في النهايه بيصب الدوله اللي ما عندهاش قدره على كده شعبها اوتوماتيك بيتاخد للفقر على طول. وشايفين قدامنا الوضع،
انما النهارده كل ما الدوله بيبقى عندها قدره تبقى اكثر جرأه تقول لك ايه تعالى اما اعمل 100 مليون صحه واصرف 5 6 7 مليار عشان اتخلص من فيروس سي، تعالى اما اخش قوائم الانتظار بتاعت العمليات الجراحيه الناس اللي واقفه عاوزه حد يخش يعمل لها عمليه وما فيش فلوس، تعالى اما نعمل مشروع تامين صحي، تعالى اما نخش في موضوع تطوير تعليم، تعالى اما نخش نسفل الطريق، تعالى اما نصلح الكهرباء، تعالى اما نعمل اكتشافات غاز وندي للناس فلوس عشان تنزل وسط البحر تعمل اكتشافات غاز. دي الدوله اللي عندها قدره، الدوله اللي عندها ارض صلبه تقف عليها وعندها قدرة انها تصرف على الكلام ده وبتاع. طب ما عندكش مش هتقدر تعمل الكلام ده، بل بالعكس انت ممكن تمد ايدك عشان تستلف عشان تعمل الكلام عشان تعيش وعشان تدفع مرتبات ومعاشات وما الى ذلك. فطبعا اللي انا عاوز اقوله ايوه عندنا تحدي، ويمكن سياده الرئيس في مؤتمر الشباب اطلق المبادره بتاعه ان احنا نصرف 13 مليار جنيه على القرى الاكثر فقرا اللي هو مش فاكر الرقم بالظبط 260 قريه او كده، بحيث يبقى ده مشروع لينا نستهدفه واحنا هندعمه، وهندعمه ايه بالنتائج الاصلاح الاقتصادي اللي ادانا اكثر قدره ومساحه اكبر ان نخش ونمول الحاجات دي. تعرف لو انت ما عندكش فلوس وما عندكش حاجه، اقول انا كوزير ماليه والله مش ما عنديش، انا عندي التزامات قد كده ومش قادر اصرف عليها، بس لانه الحمد لله رب العالمين بقى عندنا مساحه والمساحه دي بتكبر ديوننا عشان ان شاء الله باذن الله ننزل ديوننا تدريجي بحيث يبقى كمان يعني خدمه الدين وما الى ذلك بتقل جدا، وبالتالي كل المساحه دي كلها ترجع للناس ان انا بحسن الصحه وبحسن التعليم وبعد من المشروعات تخلق فرص عمل عشان شبابنا اللي بيطلع. بس يعني عاوز اقول لك العمليه محتاجه شويه صبر، لكن النهارده احنا افضل الحمد لله، افضل في الكهرباء وافضل في الغاز وافضل في الطرق وافضل في معدلات نمو، والجنيه بتاعنا بيتحرك افضل والحمد لله موازنتنا عجزها بيقل وديننا عمال بيقل بالتاكيد يا جماعه الحمد لله، بس يعني محتاجين شويه صبر، لكن الامور كل مدى ماشيه في طريق افضل، ومش احنا اللي بنقول والله ده كل المؤسسات التصنيف الائتماني في العالم وكمان مؤسسات المالية الدولية وكله النهاردة شايف مصر في وضع الحمد لله رب العالمين، كله شايفها كله عمال يقول لك لا كده لو مصر استمرت على الوضع ده ممكن على 2030 تبقى من أفضل 10 اقتصاديات في العالم. يعني برضو مش أنا اللي بقول، الناس اللي بتقول واخبها، يعني لما تلاقي ستاندرد شارتر بتقول لك كده، لما تلاقي جولدمان ساكس بتقول لك كده، لما تلاقي بلومبرج بتقول لك كده، لما تلاقي ايكونومست بتقول لك كده، احنا محققين السنة دي مصر أفضل ثالث معدل نمو على مستوى العالم السنة دي بعد الصين والهند، والجنيه من افضل ثلاث عملات عملوا اداء في العالم، افضل ثاني عمله في العالم according to the economist، افضل ثاني عمله في العالم بعد الروبيه الروسي، واخد حضرتك يعني عاوز اقول لك انت بتعمل مؤشرات احنا عاملين الحمد لله 2% فائض اولي، احنا ثاني افضل دوله في العالم تحقق نسبه الفائض الاولي ده السنه دي الحمد لله رب العالمين. شوف من دوله الكل كان واقف بيتفرج عليها وهي وضعها عمال بيتدهور بيتدهور بيتدهور، الى دوله النهارده بتتقدم وبتعمل ارقام قياسيه في نتائج الاصلاح الاقتصادي وفي تحسن اوضاعها، ادى ثقه للمستثمرين ان هم يبداوا يرجعوا تاني مصر تاني، لان هم كانوا يا عم الوضع البلد صعب، يا عم ده شوف ما عندهمش عمله صعبه، يا عم ده عندهم الكهرباء بتتقطع 12 ساعه، ده عندهم مشكله غاز وبيستوردوا غاز، ده مش عارف الطرق بتاعتهم وحشه، ده اوضاعهم بتاع. لا النهارده بيقول لك لا الحمد لله دوله عملتها كويسه، دوله معدلات نموها من اعلى معدلات نمو في العالم، دوله عندها شبكه طرق كويسه جدا، دوله ما عندهاش مشكله لا كهرباء ولا غاز ولا بتاع، بنطور اراضي صناعيه عشان الناس تيجي وتعمل مصانع، ففي امل، في دوله عماله بتصلح في الصحه بتاعتها وفي التعليم بتاعها، هتاخد وقت وهتقابل تحديات وممكن نلاقي ان يعني الطريق ده عمل لنا مشكله نصلحها ونشوف نطور نفسنا. ايوه اي نظام جديد هيبقى فيه مشاكل وهيبقى فيه تحديات، لما الشطاره ان انا احل التحديات واحل المشاكل واكمل، اكمل ليه؟ لان طول ما انا بكمل كل طول ما انا بقوى كل ده افضل للبلد، استقرارها، خلق فرص عملها، تحسين الخدمات للناس، يعني شوف قبل الثوره كميه الناس اللي كانوا عايشين في العشوائيات والمباني القليله للسقوط والخطره، شوف انت النهارده نقلتهم فين؟
شوف انت النهارده كميه المدن اللي بتبنيها اللي مخلقه فرص عمل وبتضمن لك في المستقبل ما يبقاش عندك ازمه مساكن ولا ازمه سكن، واخد بالك؟ شوف كميه الكهرباء ومصادر التنويع بتاعه الكهرباء اللي النهارده بتطلع كهرباء سواء من الطاقه الشمسيه ومن الرياح ومن الغاز ومن وبتبني محطات نوويه وبقى عندك فائض انتاج كهرباء. مش ده تخطيط وده شغل طبعا بيحمل بلد وبيحمل مستقبلها؟ الحمد لله بقى عندك فائض كهرباء بدل ما كانت الكهرباء بتقطع منك 12 ساعه في اليوم وكنت في حاله صعبه جدا. النهارده بدل ما كنت بتستورد غاز بالشيء الفلاني النهارده بقى عندك اكتفاء ذاتي في الغاز وبتاعت تصدر. عاوز اقول لك هو ده كله كده وفي منطقه مضطربه وصعبه وكلها في حاله صعبه جدا ومواطنينها بيعانوا من الوضع بتاعتها، اضطرابات امنيه في المنطقه. احنا النهارده الحمد لله رب العالمين عندنا جيش وشرطه حامين البلد وموفر لها امان. مش بالسهل ده، بصعب النهارده حدودنا مع ليبيا، شمال سيناء، باب المندب، الوضع في سوريا والعراق، الوضع في يعني عايشين في منطقه صعبه. وبرغم من كده الحمد لله ربنا كرمنا، امننا على حدودنا وجوه بلدنا وبننمو. احنا كنا عندنا نمو 2.3، النهارده بنعمل ريكورد 5.6، ثالث اعلى معدل نمو اقتصادي في العالم بعد الصين والهند، واخد بالك؟ مش ده كله نفتخر بيه؟ مش كل ده يحسسنا ان بلدنا سنه بعد سنه عماله بتتقدم وعماله بتتحسن؟ ده انا كنت في لندن من اسبوعين بقول لهم قولوا لي دوله في العالم يسند اليها تنظيم كاس امم افريقيه في كره، كاس امم في كره القدم، ثلاث شهور تقيمها في 4 أشهر ولا 3 أشهر. قولوا لي انهي دوله في العالم تقدر تعمل الكلام ده؟ ده الدوله اللي كان معاها التنظيم 4 سنين ما قدرتش تقوم بيها. ومصر في 3-4 أشهر قومت بطوله فيها 24 فريق بالمشجعين بتوعهم، وفرت لهم الامن، وفرت لهم الاقامه، وفرت لهم الحركه، عملت استداد للمعايير الدوليه اللي كان عاوزها الكاف وعملت المنظومه دي. دوله لو ما عندهاش القدره، واقول لحضرتك على معلومه بقى، اتحاد الكره سوري الاتحاد الافريقي لكره القدم يعني قال لك الدوله اللي عاوزه تنظم تديني ضمانه حكوميه انها هتتولى هذا الامر وهتضمنه انت، وطلعنا الضمانه الحكوميه. يا ترى مصر لو ما كانتش تقدر تقوم بالكلام ده كانت عملت الضمانه الحكوميه؟ عندها الملاءه دي يعني تقدر انها تغطي، عندها الملاءه وعندها القدره التنظيميه وعندها الاستعداد وما هياش قلقانه من اي حاجه وواثقه في نفسها وعارفه انها تقدر تحافظ على الناس وتحافظ على المشجعين اللي هيجوا والفرق اللي هتيجي وتوفر لهم كل متطلبات الراحه وتوفر لهم الفاسيلتيز طبقا للمعايير الدوليه او توفر لهم كل الامكانيات طبقا للمعايير الدوليه. دي حاجه نفتخر بيها ولا ما نفتخرش بيها؟ يا ترى دوله بتعمل الكلام ده ما تبقاش دوله قادره واقفه على رجلها في وسط الوضع اللي هي موجوده فيه المنطقه دي كلها؟ انا اعتقد ربنا كرمنا سبحانه وتعالى محمد. وربنا يعني يا رب يوفر الامن لبلدنا، ويا رب ان شاء الله يوم بعد يوم بلدنا تبقى افضل وافضل وافضل وشعبنا وضعه يتحسن يوم بعد يوم ان شاء الله باذن الله. شكرا لحضرتك على وقتك وهذه المداخله يعني الكريمه، شكرا لك.